اهلا بيكم في الفيديو ده من منصه ومضه. انا اسمي شيماء الناظر وانا من فريق تحرير منصه ومضه. عقب الطفره اللي شهدتها صناعه التكنولوجيا الصحيه في اعقاب جائحه كورونا وظهور حلول جديده ومبتكره رقميه بالاساس للتعامل مع مشكلات الرعايه الصحيه، حبينا ان احنا نلقي نظره معمقه على تطورات الصناعه قبل وخلال الجائحه. عشان كده النهارده معانا استاذ جليل اللبدي، وهو الشريك التنفيذي لمنصه الطبي، هي منصه متكامله للرعايه الصحيه الرقميه. اهلا وسهلا استاذ جليل. شكرا. بداية حابين نلقي نظرة على تطورات صناعة الرعاية الصحية سواء خلال السنة اللي فاتت عقب ظهور جائحة كورونا أو حتى من قبل، لأن الصناعة أوريدي كانت بتشهد تطور حتى لو كان أبطأ شوية من اللي حصل في 2020. فلو حبينا نبص على التطورات ديت، ما هو التوجه اللي نامت بيه الصناعة خلال 2020؟ هو بلا شك الجائحة عملت نقلة نوعية بمستوى التقبل للتكنولوجيا في صناعة في القطاع الصحي. احنا طبعا صرنا بنشتغل بهذا القطاع من 2011، فاحنا نوعا ما قديمين في التكنولوجيا في القطاع الصحي، وابتدأنا من التلي هيلث بالذات او الطب الاتصالي او طب عن بعد من 2017. وكنا نعتبر حالنا بالنسبه لبقيه الشركات حول العالم اللي ابتدت قبلنا مثل تلادوك او اموال ادوب امريكا وهلا صاروا شركات عملاقه، كنا نعتبر حالنا انه عم نعمل قفزه بالنسبه حتى لهم، لانه هدول الشركات اللي اعطيكم امثله تلادوك مثلا وصلت المليون استشاره عدد الاستشارات لو وصلوها أخذتهم 7 سنين لو وصلوا لمليون استشارة. إحنا أخذتنا 3 سنين، من 2017 لأول 2020 كنا عم نحتفل بإتمامنا أول مليون استشارة، فكنا معتبرين حالنا أصلاً سباقين. لكن بال 2020 لحالها إحنا عملنا 2 مليون استشارة، يعني عشان تشوفي كمان قديش الفرق بين 2020 بالنسبة للي قبلها واللي عمل الفرق اللي عملته الجائحة بالنسبة للي قبل الجائحة. ففعلا هي صار في قفزة نوعية هائلة بهذه الجائحة. تمام. طيب ايه التطورات اللي ظهرت بالذات في اعقاب فيروس كورونا؟ يعني كان ايه الصعوبات بتواجهها الشركات العامله في التكنولوجيا الصحيه قبل الجائحه، وبعدين الجائحه سهلتها او ابرزتها اكتر؟ سؤال مهم فعلا، لانه احنا قبل الجائحه مع انه كنا نعتبر حالنا سباقين، مع انه وصلنا لمليون استشاره قبل الجائحه، كان لسه في عندنا في مساله قله ثقه او عدم ثقه من المستخدم العربي، وكان عندنا كثير قله ثقه اكثر من ناحيه الحكومات والشركات، شركات التامين وشركات الادويه اللي بنستلمها. فكان هذا الموضوع يعتبر كأنه إحنا عم نحكي بسحر لما عم نحكي بطب اتصالي. لكن بمجرد ما طرأت الجائحة صار في تقبل سريع لأنه هذا الموضوع، موضوع الطب الاتصالي، موضوع التكنولوجيا ممكن ينقذ المستخدم، ممكن ينقذ الحكومات، وممكن ينقذ دول. إحنا طلعنا بخط 111، خط 105 بين الأردن ومصر، وبطلب من الحكومات، لأنه الحكومات نفسها ما كانت قادرة تقدر تخفف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية وتقلل الاكتظاظ، وما كانوش قادرين يعملوا حتى بشكل بسيط خط ساخن يجاوب على أجوبة المستخدمين، لأنه كان في بالذات بأول الجائحة كان في ضغط من المستخدمين على حتى المعلومات، حتى يستفسروا، بدهم يعرفوا إيش هذا الموضوع، بدهم يحكوا مع حدا، بدهم يشخصوا حالهم. فلما إحنا طلعنا الخط 111-105، الفرق مع انه هو خط ساخن ويعتبر مفروض يعتبر شيء بسيط، مع هيك التكنولوجيا لعبت جانب جدا مهم. احنا قدرنا نطلع من 500 مكالمة مثلا او استشارة بمصر قبل الجائحة ل 25,000 استشارة يوميا خلال اول اسابيع من الجائحة، وهذا ما كان بيقدر يصير لو ما في تكنولوجيا ولو ما في كل الانفراستراكشر الكاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات اللي بتأهلنا نقدر نوصل لهاي الأعداد من الاستشارات بخلال أوقات قليلة، ونقدر نوفر نفس النوعية والجودة لكل المستخدمين، يقدر يحكوا مع أطباء يشخصوا حالهم ويتأكد أنه هذا التشخيص صحيح، ونقلل الضغط بالتالي على المستشفيات وعلى المراكز الصحية. فطبعا صار في تقبل استثنائي، وهلأ احنا عاودين عم نحكي مع
هيئات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية مثل وزارات الصحة حول الوطن العربي، لأنه هلأ صاروا يلتفتوا إلى أهمية هذا الموضوع. تمام، حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي استعدادها لاستيعاب الحلول الرقمية للتكنولوجيا الصحية. فهل في وصول كافي للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحلول دي، سواء من خلال توفر الإنترنت، سواء من توفر حلول النفع الإلكترونية؟ هل كان في مشكلات ظهرت في المنطقة دي، ولا هل كانت البنية التحتية فعلا مستعدة إن هي تستوعب القدر ده من الحلول التكنولوجية وبالقدر ده من الضغط على النظام الرعاية الصحية؟ البنية التحتية لا زال فيها مشاكل، أنا ما راح أذكر هذا الموضوع، وإحنا لولا مشاكل البنية التحتية اللي ذكرتيها مثل الإنترنت مثلا، إحنا ما اضطرينا أنه نعمل لفة أو التفاف حول البنية التحتية الحالية لنقدر نعمل هذا الاتصال. إحنا اليوم اللي بنشتغله كطبي أسسنا بنية تحتية خاصة فينا اللي بتتيح لنا أن نتصل بالطبيب ونتصل بالمريض ونربطهم مع بعض كله عبر شبكات الجي اس ام، يعني الشبكات القديمة ربطناها بطريقة بحلول ذكية حديثة. هذا طبعا ما كنا محتاجين نعمله لو عندنا شبكات تقدر تأهلنا لنقدر نحل كل هاي المشاكل، لكن لأن احنا قدرنا نحل هاي المشاكل قبل الجائحة قدرنا نحلها خلال الجائحة. شركات أخرى ما قدرت أو الحكومات نفسها ما قدرت تحل هاي الأشياء البسيطة خلال الجائحة. نفس موضوع الدفع الإلكتروني هو مشكلة قائمة ما لا تزال قائمة. إحنا اليوم أكثر من 97% من مستخدمينا اليوم بيدفعوا عن طريق فواتير التليفون، يعني بيدفعوا لنا ما يسمى الدي سي بي. هاي المشكلة طبعا هذا نظام قارب على الانقراض حول العالم، لكنه في منطقتنا لا يزال قائم ولا يزال يسبب عقبة كبيرة، مش بس للقطاع الصحي، لكل القطاعات التكنولوجية بالوطن العربي. تمام، طيب لو حابين نركز أكتر على نقطة تبني الأفراد للحلول الرقمية، زي ما قلت الموضوع زي حاجة سحرية أو حاجة حاجة قضائية جدا الأفراد إن هم يعملوا استشارة طبية من خلال الفيديو أو من خلال مع إن الخدمات دي كانت موجودة وقائمة بالفعل. لأي مدى كان في تردد من الأفراد إن هم يقبلوا على الحدود دي رغم إن هم كانوا مجبرين؟ وفي نفس الوقت هل ده اختلف لما القيود بدأت تفك شوية في شهر سبتمبر في شهر أكتوبر، لما شوية بدأت في بعض الدول تكون في أخف القيود؟ ليك التوجه في اصلا اللي شايفين انه ما عم بتخف. اجاوبك على سؤالك من الاخر، لا ما مش شايفين عم بتخف، بالعكس صار في تقبل، وتقبل راح اعتبره دائم وتحول دائم في نوعيه رغبه المستخدم بنوعيه الخدمات الصحيه اللي بده اللي بينتظرها ويتوقعها بالوقت الحالي بسبب الجائحه. بس لنرجع للاول، كان في احنا بعنا تناقضات في بلادنا العربيه، احنا عندنا شح كبير بعدد الأطباء، عندنا مشاكل كبيرة بالوصول للأطباء ونوعية الطب اللي بنوصل له، فبالتالي في رغبة وفي حاجة للمستخدم إنه يقدر يتواصل مع أطباء. ولما تفكروا بالمدن الكبيرة مثل القاهرة والرياض، روح الدكتور يعني يوم راح، روح عمل يوم عمل كامل راح، فبالتالي في حاجة وفي الناس مؤهلين أو المجتمع مؤهل إنه يستقبل هيك تكنولوجيات أصبح حتى من مجتمعات أخرى. لكن كان في خوف وثقة، موضوع ثقة، لأنه إحنا اليوم حتى اليوم كثير منا بيحكي مع طبيبه عن طريق الواتساب أو عن طريق كذا، لكن لما تيجي تحكي له أوكي هلا بدك تستخدم منصة وتتواصل مع طبيب أنت ممكن ما بتعرفه بس راح تحكي معه، بس أنا بضمن لك النوعية، هون كان في تردد. فأخذتنا مرحلة بناء الثقة اللي أنت ذكرتيها شوي بالأول بشكل طفيف، إحنا أخذتنا مرحلة بناء الثقة، بناء العلامة إنه إذا بتحكي عن طريق الطبي رح تقدر تحكي مع طبيب موثوق، رح نضمن لك نوعية، شو مع مين ما حكيت، مع أي طبيب أنت حكيت معه حتى لو ما بتعرفه ما بتعرف عنه من قبل، لكن إحنا رح نضمن لك هاي النوعية. هاي أخذتنا وقت، لكن مجرد ما صار في ثقة موجودة التقبل كان يعني منقطع النظير، لأنه الناس بحاجة لهذا الموضوع وما في تردد على الإطلاق من فكرة إنه بقدر أحكي مع طبيب فوراً بشكل أرخص وبدون ما أضيع وقت يوم كامل لأوصل للطبيب. فهاي تأكيد ساعة الجائحة سرعت هذا الموضوع لأن الحاجة زادت
وزيادة تقبلهم. تمام. طيب هل سهولة الاستخدام ديت سببت ضغط أكتر على منظومة الرعاية الصحية؟ يعني مثلا هل المستخدمين قرروا إن هم ياخدوا كذا ميعاد مع كذا دكتور، لأن دلوقتي الموضوع بقى أسهل إن أنا أتكلم مع دكاترة كتير، وطبعا بطبيعة الأفراد في منطقتنا دايما بنحب ناخد. فهل دي حاجة لاحظتوها من خلال المنصة، إنه مستخدم واحد يعمل مثلا أكتر من ميعاد مع نفس التخصص في نفس الوقت؟ أكيد في بتلاقي قسم من المستخدمين اللي بحبوا الموضوع زيادة عن اللزوم، بصير يحكوا على كل إشي، يعني بصير يستعملوا. إحنا كمان نوع اشتراكنا الطبي متيح للمستخدم يحكي بشكل عدد لا نهائي من المرات مع الأطباء خلال اشتراكه، فبالتالي صرنا نشوف هاي الأشياء، بس بيضلوا نسبة قليلة. يعني أغلب الناس بالآخر عم بيحكوا بالآخر هذا طب، هاي مش يعني مش ألعاب. فواحد لما يحكي العادة ما حدا بيكون كتير مبسوط يحكي مع طبيب ويشكي، فأغلب المستخدمين بيحكوا بس لما يكون في حاجة. الباقي في عندك عدد قسم من المستخدمين اللي ممكن يزيدوها، بس ما في عنا أي مشاكل من الناحية، بالعكس إحنا بنحب نشجع الناس يستخدموا ويطمنوا ويرتاحوا، هذا بيساعد بكتير أشياء تانية. تمام. طيب بالنسبة لمزودي الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات، من جهتهم هم كيف كانت تبني الحلول الجديدة دي، أو اللي هي ما كانتش ظاهرة أوي قبل كده مقارنة بالنظام التقليدي؟ يعني إحنا شفنا مستشفيات بقت تتبني في 10 أيام بنظام مختلف تماما عن المستشفيات لما كانت خضرات معينة للكشوفات، فالنظام كله اتغير. فازاي كان تقبل المزودين الرعايه الصحيه للمنظومه الجديده اللي هي رقميه بالاساس؟ لا، سؤال مهم هذا. احنا قبل ما تصير الجائحه احنا اطلقنا بشكل تجريبي، اطلقنا نظام لاداره العيادات، بالذات في البلاد اللي بيكون فيها الاطباء بيشتغلوا بشكل منفرد مش بالمستشفيات الكبيره. فأطلقنا هذا النظام بشكل تجريبي قبل الجائحة. التقبل كان عليها صعب لأنه الأطباء بالذات في بلاد مثل مصر والأردن لبنان، بعد الأطباء ومزودين الرعاية الصحية بعدهم على الورقة والألم، صعب تحكي له فوت استعمل نظام واحكي معه وتقدر تحكي مع المريض وتعمل الدفع الإلكتروني وتدخل ملفات المريض وكل هذا الحكي. هذا كان فعلاً نحت في الصخر، فعلا صعب، لكن احنا كنا بدنا نفوت بهذا الموضوع. لكن لما اجت الجائحه التقبل صار يعني او الم الحظر، صار الاطباء هم اللي بيحكوا معنا وبيطلبوا هذا النظام. النظام بيتيح لهم يقدر يحكوا مع الطبيب عبر الفيديو بنفس الوقت انه يدير العياده حتى لو هو في بيته، فبقلل الفوضى بوراء وعياده وكذا. هذا الموضوع ساعد كثير، فعلا صار في تقبل، انقلب الموضوع بالكامل. فاحنا مثلا قبل الجائحه كان عندنا على النظام 300 طبيب، الآن عندنا 5000 طبيب خلال أقل من 7-8 أشهر، كان قفزة غير شكل، لأنه فعلا الأطباء حسوا فجأة أنه الورقة والألم والنظام التقليدي ما بينفعهم به الظروف، وهذا يبدو وفهموا أنه هذا الظرف ممكن يستمر لفترات طويلة وبالتالي لازم يتغير، وشفنا هذا التغير منه. ممتاز. طيب انتوا كمنصة طبية في اي تحديثات طريقة تدخلوها على نموذج اعمالكم او العمليات للتواكب مع السرعة الشديدة في الاقبال على التكنولوجيا الرقمية اللي انتوا بتقدموها؟ اكيد، يعني احنا في اشياء كنا مؤهلين لها ومجهزين لها، يمكن ما كنا متوقعين حجم الجائحة ابدا، بس كنا مهيئين نظامنا انه يكون مرن بطريقة انه ممكن نزيد المكالمات أو نقللها، الاستشارات نقللها حسب الضغط. تعلمنا طبعا إحنا من أنظمة مثل أوبر وكريم وغيرها من الشركات اللي بتشتغل على الطلب، وحاولنا إحنا نعكس جزء من هاي المرونة للقطاع الصحي، فهذا أهلنا وساعدنا كثير بخلال الجائحة. لكن لما بلشنا نحكي زي ما قلت لك قبل من 500 استشارة باليوم في بلد مثل مصر ل 25,000 استشارة باليوم، يعني مهما كانت المرونة أنت بدك تضمني أن الأطباء بيوفروا نفس النوعية نفس الخدمة نفس الكذا. هذا صار في ضغط على على الباك أند أو الباك أوفيس تبعنا، كيف نضمن أنه هاي الجودة تضلها مستمرة ونقدر نراقبها بنفس الطريقة. فهون
حاولنا او زدنا الاستثمار بشكل كبير جدا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لان هي الشيء الوحيد اللي كان بيقدر يساعدنا انه نقدر نضمن، نساعد الدكتور يوفر نفس الجوده، وساعدنا احنا نضمن ونتحكم بالجوده ونتاكد من الجوده من جهتنا احنا كمان، ونتاكد بالخدمه، سرعه الخدمه اللي نوفرها للمريض. فلولا الذكاء الاصطناعي ما كان مستحيل نقدر نوصل انه نقدر نتجاوب مع الطلبات اللي صارت معنا باخر فتره. اكيد الجائحه اجبرتنا بشكل مكثف انه نفوت بتكنولوجيات جديده. تمام. طيب كحضرتك كخبير بالمجال بشكل عام، الحلول اللي تم تقديمها خلال 2020 للتصدي أو للتعامل مع المشكلات اللي ظهرت في الرعاية الصحية، هل كانت على القدر الكافي من الابتكار أو الإبداع للتعامل مع المشكلات ديت، ولا كان ممكن نشوف نماذج أكتر من كده، شركات جديدة أكتر من كده تقدر أن هي تقدم حلول مبدعة أكتر للتعامل مع المشكلات اللي واجهتنا في 2020؟ أكيد أنا بقول كان نقدر نعمل كثير أكثر، إحنا كطبي وكمان كحكومات وكشركات، لأنه في الوطن العربي بالذات في شح بشركات التكنولوجيا بالقطاع الصحي، يعني نقدر نعدهم على إيد واحدة، حتى يمكن ما بنوصل نعبي إيدين، العدد كثير قليل، وبالتالي هذا بقلل الابتكار في المجال، بقلل الابتكار على نطاق الحكومات، لأن الحكومات بدها تشتغل مع عدد محدود جدا من الشركات ممكن تعطيها حلول مختلفة. فأكيد كان نقدر نعمل كتير أكثر، لكن مع هيك لما نقارن إحنا بدول عالم أخرى، إحنا قارنا حالنا بدول مثل كندا، مثل بريطانيا، مثل فرنسا، على بقطاع التكنولوجيا بالذات وبطريقة تقديم الخدمات، الطب الاتصالي وتقليل الضغط على المراكز الصحية وكذا، احنا على الأقل بالأردن ومصر وين خبرتنا كانت متواجدة بشكل كبير، فعلا شفت انه احنا نجحنا بشكل كتير كبير بالنسبة حتى لهدول الدول، يعني على مقاييس معينة، مثل إنه مثلاً بكندا على الخط الساخن اللي طلعته الحكومة للاستفسار ولتشخيص الكورونا، كان المواطن بيحتاج لتسع أيام ليحكي مع طبيب على الخط الساخن، بينما بمصر والأردن عمر ولا مرة طلع وقت الانتظار عن ساعة. فهذا بدل مثلاً على أشياء بالتكنولوجيا، يعني ما ببين سهل قدام المريض، لكن بالخلفية في تكنولوجيا هائلة دخلت بالموضوع عشان نضمن هذا الحكي. تمام. طيب خلينا نقول انه بشكل عام 2020 رسخت لقاعدة صلبة للشركات اللي عاملة بالرعاية الصحية سواء رقمية او غير. الاستثمار في المجال دوت، ايه التوجهات اللي ظهرت بعد ظهور جائحة كورونا من المستثمرين لدعم الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية؟ وهل قدمت الدعم الكافي للشركات دي ان هي تؤدي على مستوى الطلب الموجود، ولا كنا متوقعين رد فعل مختلف من المستثمرين؟ يعني ممكن اقول لك انه هو شيء يمكن بالنص بالوسط، في تجاوب او في اهتمام اكبر، لكن ممكن كان يكون اكثر بكثير، في اهتمام لكن في تخوف بنفس الوقت، يعني المستثمرين فجأة التفتوا انه في تكنولوجيا بالصحة، يمكن كان قبل هذا شيء غريب عليهم جدا، لكن بنفس الوقت في تخوف انه هل هذا طفرة زائلة ام باقي. هذا اللي من محادثاتي مع المستثمرين حاليا عم بشوف انه هم بعدهم مش متأكدين اذا هاي الطفرة اللي صارت خلال الكورونا هي باقية. طيب بالنسبة لرد فعل الحكومات خلال 2020 من ناحية الأطر التنظيمية، هل كان في رد فعل سريع لدعم الحلول الجديدة والشركات الناشئة اللي بتقدم حلول في تكنولوجيا الرعاية الصحية، ولا هل لسه مفيش حركة كافية لتطوير أطر تنظيمية لدعم الشركات دي والحلول دي؟ تجاوب سريع؟ لا، لم نرى تجاوب سريع لتغيير الأطر التنظيمية ولا لدعم الشركات. التجاوب السريع صار لحل فوري للمشاكل اللي واجهتها الحكومات على نطاقها الضيق، لكن لما نطلع على الأطر التنظيمية ما في صار تغيير، صار في نقاش أكثر. فهلا عم نخوض نقاشات إحنا بالأردن وبمصر
على موضوع كيف نغير التنظيم أو القوانين لموضوع الرعاية الصحية عن بعد في نقاش على الموضوع، لكن هو نقاش دائر لا يبدو أنه سيصل إلى نهاية في خلال حتى 2021، فبالتالي لسه هي التفاقي أو اهتمام أنه في شيء اسمه التصطب عن بعد لازم نتعامل معه، لكن ما في أي سرعة ولا أي ضغط من عندهم لحل هذه المشاكل. الأطر التنظيمية الوحيدة الموجودة في الوطن العربي موجودة في السعودية وفي الإمارات العربية، لكن هذه أطر تنظيمية قائمة قبل الجائحة، لم يطرأ عليها أي تغيير. الإمارات أنظمتها معقدة جدا، نحن بنخوض فيها وعم يشتغل مع الحكومة عليها، لكن معقدة بشكل كبير ولم يطرأ عليها أي تغيير لتسهيل وتبسيط الإجراءات للحصول على أي رخص مثلاً لتقديم الطب الاتصالي. السعودية فيها هاي الأنظمة، لكن الشركات الوحيدة اللي قدمت عليها يمكن شركتين لحد الآن، فكمان الاستجابة لهاي الأنظمة بس لا يصل إلى الحد المطلوب. يعني حاسين إن في شوية نقص في رؤية موحدة إنه في الواقع انه الحلول المشابهه للطب الاقتصادي او الرعايه الصحيه الرقميه هي حاجه يعني موجوده وهتستمر مش بس حاجه مؤقته. هم شايفينها بس، لكن الحكومات بشكل طبيعي هي بطيئه للاسف. وضع قائم ولن يختلف لا باي فتره. صار في حكي، هذا شيء تطور ايجابي عم بيحكم على القطاع الخاص، عم بيحكم على الشركات، المنظمة الصحة العالمية عم تتدخل وعم تتعامل، ففي تطورات فعلا عم تحصل. هذا الحكي كان يعني أكيد ما راح يصير لو ما صارت الجائحة، لكن مع هيك هو بطيء، بس احنا نتقبل الموضوع هيك بنشتغل مع الحكومة بشكل عام، فما في عليها لا تعليق على ذلك. طيب لو بصينا على 2021 بعدها، ايه التوجهات اللي نتوقع ان احنا نشوفها في مجال الرعايه الصحيه ما بعد الطب الاتصالي؟ يعني هل نتوقع ظهور حلول اخرى او توجهات اخرى مش موجوده حاليا على الساحه، ولا هل انه دي الحلول دي ظهرت نبعا من الحاجه ليها في 2020 وخلاص على كده؟ لا، رح نشوف أكثر وأكثر تكنولوجيا في القطاع، يعني تداخل أكثر بين التكنولوجيا والقطاع الصحي التقليدي، هذا اللي عم نشوفه إحنا. فرح نشوف أكثر طب اتصالي عن طريق شركات التأمين، رح نشوف المستشفيات تتبع أكثر موضوع تقديم الرعاية الطبية عن طريق الفيديو والطب الاتصالي، رح نشوف هذا الموضوع بشكل تدريجي، لكن عم بيصير حديث عادي، يعني رح يبطل فيه التفريق الكبير بين تقليدي وتكنولوجيا. رح نشوف هذا التداخل اللي نحكي عنه. اللي بحب يصير أشوفه أكثر هو يصير في عنا أنظمة، ويصير عنا زي حتى نظرة لموضوع الداتا، موضوع المعلومات، المريض كيف توحد، كيف نوحد البروتوكولات، وكيف نقدر نستعمل هاي المعلومات لنطور أكثر موضوع الذكاء الاصطناعي اللي بنقدر نعمل منه. نبطل بس عم نحكي عن التكنولوجيا كطب اتصالي، بصير نحكي عن التكنولوجيا اللي تساعد المريض أو بتساعد الطبيب بشكل أكبر بكثير، بطريقة إنه تخلي الطبيب يقدر يستفيد من وقته بشكل أكبر بكثير، ويعطي نوعية وجودة أكبر بتقديم الخدمة الطبية. هذا اللي بتوقع رح نبدأ نشوفه من 2023، مش من هلأ، لكن ابتداء التداخل بين التقليدي والتكنولوجيا رح يبدأ يأهلنا لدخول هذا المرحلة. تمام. طيب حاجة برضو لاحظناها قوي السنة اللي فاتت ومستمرة، وهي إنه المريض بقى جزء فاعل وعامل فاعل في عملية التشخيص الطبي، وبقى دايماً ليه رأي في التشخيص وعايز يكون جزء من العملية ديت، مقارنة بزمان إن هو المريض كان بيروح للدكتور وبياخد النصيحة وبيمشي. فإزاي ده هيأثر على نمو الصناعة بعد كده؟ إزاي ده هيأثر على طريقة تعامل الأطباء مع المستخدمين بعد كده؟ أكيد رح يزيد، رح يزيد ويغير. إحنا رح يزيد على كلامك إنه لما كان يروح للطبيب ما كانش يأخذ نصيحة ويمشي، كان يأخذ وصفة طبية ويمشي. يعني إحنا كنا نعتبر الأطباء بالوضع التقليدي هم عبارة عن آلات للوصف
وليس للنصيحة. معدل الوقت اللي بيمضي المريض مع الطبيب في الوطن العربي أقل من 3 دقائق، يعني هذا الوقت يدوب هو الوقت اللي بيكتب فيه الطبيب على الرشدة، يعني مش هو الوقت اللي فيه شرح ونصيحة وفحص. فهذا اللي بالضبط هو بتوقع أنه رح يضير، وهذا اللي انولدت الطبي عشانه أصلا، هو أنه نعطي دور أكثر للمريض أنه يكون له علاقة وبإدارة حياته الصحية. هو مش بس بيروح للطبيب ياخذ وصفه ويمشي ومش فاهم الوصفه ليه وايش لازم يعمل وايش وشو السبب وكيف بيقدر يتفادى هذا الموضوع في المستقبل. هذا اللي انولد شركه الطبي عشانه، وهذا اللي بدنا نشوفه عم بتغير. هذا اللي احنا عم نشتغل عليه 24 ساعه، انه نخلي هاي المعلومات بايد المريض يقدر يتدخل ويغير بحياته الصحيه، لانه هاي هي الطريقه الوحيده لانتاج مجتمع صحي وبالتالي فاعل بشكل اكبر. ممتاز أستاذ جليل، كل الشكر لوقتك وعلى الحديث الثري دوت، وإحنا نتطلع لإنجازات أكثر للطب في المستقبل. شكراً لك، شكراً شيماء.